طبعا سينار ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة قبل لحظات من الآن. سمع دوي سلسلة من الانفجارات الجديدة في المناطق الغربية والمناطق الشمالية لمدينة غزة وتحديدا في شمال القطاع، وأيضا تلك الغارات ناجمة عن الطائرات الحربية الإسرائيلية التي شنت نحو 4 غارات متتالية في مناطق مختلفة، وكانت أصوات الانفجارات تسمع بشكل واضح من المناطق الشرقية والشمالية لمدينة غزة. أيضا أنوه أن تسمع في هذه الأثناء ما بين وقت وآخر إطلاق رصاص جثيث، هذا عملية الإطلاق قادمة. ربما استمعت إلى هذا صوت الانفجار الآخر من المدفعية الإسرائيلية ومن الغارات الإسرائيلية، وهناك تحرك واضح للآليات الإسرائيلية في المناطق الغربية لحي الزيتون وحي تل الهوى، وتسمع عملية إطلاق نار كثيف في المنطقة الجنوبية تحديدا منطقة شارع رقم 10 ومنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة. ربما يعني بحسب ما أفدنا من بعض المواطنين هناك عدد من الشهداء والجرحى كانوا نتيجة الغارات الإسرائيلية الماضية، كانت في الشيخ رضوان منزل لعادة العمودي، تم نقل عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مع العلم أن لا يمكن لأي أحد من الطواقم الطبية وسيارة الإسعاف الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي باعتبار هذا المجمع منطقة تحيطها القوات الإسرائيلية من كل الاتجاهات، وتقوم ما بين الوقت والآخر باعتقال مزيد من المواطنين والنازحين. وما تدعيه إسرائيل بأن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على يد القوات الإسرائيلية هم يتبعون لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الذين كانوا يتواجدون داخل مجمع الشفاء الطبي وكذلك في المدارس التي تحوي على آلاف من النازحين المجاور. أيضا انفجار جديد في المناطق الغربية لمدينة غزة، سمعنا قبل لحظات من الآن لتجدد الغارات الإسرائيلية والقصف العنيف في المناطق الغربية لمدينة غزة، وتتركز تلك الغارات في محيط مجمع الشفاء الطبي. أيضا يتخلل ذلك بين الحين والآخر أصوات واضحة لإطلاق النار الكثيف من قبل الآليات الإسرائيلية وطائرة كواد كابتر التي تصاحب القوات الإسرائيلية في المناطق. لا أعلم إن كنتم تستمعون اطلاق الرصاص الكثيف من المناطق الجنوبيه الشرقيه والجنوبيه الغربيه لمدينه غزه تحديدا من اتجاه دوار او مفترق الكويت حيث تتواجد القوات الاسرائيليه في تلك المناطق. على ما يبدو ربما خلال الساعات القليله القادمه تضطر او يتم سحب القوات الاسرائيليه من محيط مجمع الشفاء الطبي، ولكن حتى هذه اللحظه هناك عدد من الشهداء والجرحى يتواجدون في مناطق مختلفة من القطاع. أيضا ربما إطلاق النار، نستمع الآن إلى أصوات المقاطير الشاحنات التي تحمل المساعدات على شارع صلاح الدين، سنتوجه إلى تلك المناطق خلال الدقائق القليلة القادمة، وكذلك أيضا ننوه أن هناك عدد من الشهداء والجرحى تم نقلهم عبر سيارات الإشعاف وكذلك الدفاع المدني وكذلك العربات التي تجرها حيوانات تجاه المستشفى المعمداني باعتبار هذا المستشفى إضافة لكمال عدوان هو المستشفيات التي أصبحت تستقبل جثامين الشهداء والجرحى. تامر دلول مراسل الغد من مدينة غزة، شكرا لك.